معاكم عزوز مندي واسعد الله صباحكم بكل خير. النهارده هنتكلم عن تمرين الإطالة. ايه هو تمرين الإطالة؟ تمرين الإطالة انك انت تسحب دراعك زي كده شد شوية دراعك الثاني، يعني تمرين الإطالة بيعمل ايه؟ سواء كان في رجلك او ايا كان. التمرين الإطالة انك انت تسحب رجلك تكون طويلة تشد نفسك لمدة دقايق زي كده مثلا شوية، عشان لو عندك مثلا سد عضلي السد العضلي يفك معاك يسترخي معاك. التمرين الإطالة ده مهم. امتى تعمل التمرين الإطالة؟ تعمله مثلا بعد ما تخلص الرياضة بشكل عام، يعني مثلا بتعمل في اللياقة، بتعمل مثلا بعد ما تخلص كمال الأجسام. فهو التمرين الإطالة مهم جدا جدا لتسلقة واسترخاء العضلات لو عندك سد عضلي. فهو يعني مثلا زي كده زي كده عفوا. التمرين الإطالة انك انت تلعب رجلك هنا وتعمل هنا. لو عندك مثلا الام في رجلك ولا في عضلاتك، فالتمرين الإطالة يظبط معاك الدنيا والاسترخاء. وعايز اقول في نهايه الفيديو لازم كل واحد يعمل له تمرين إطالة عشان لو عندك سد عضلي يروح معاك ويسترخي معاك. واذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا وتعملوا لايكات وتعليقات حلوه مع تفعيل الجرس، وعايز يكون في تفاعل مع القناه، عايز يكون في نوم. وشكرا لكم.